اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي بيجي في مقدمتها وعلى رأسها تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات ذات العائد الاقتصادي والتنموي وكمان ليها مردود اجتماعي. ده بالإضافة إلى مسألة ميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية اللي بتشتغل وليها خبرة في هذا المجال. ده كله في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية وأيضا بما فيه أو بيتوجه انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة قريبا إن شاء الله. الرئيس وجه خلال الاجتماع بمضاعفة برامج التدريب على المهارات الرقمية وتدريب المهنيين بهدف توفير فرص عمل غير مرتبطة بالموقع الجغرافي للعمالة، ممكن يبقى في مكان ولكن عنده تقنيات أو أدوات بيقدر يشتغل ويقدم خدمات الحياه من خلال التحول الرقمي. ده مع إضافة أهمية التدريب على علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها بشكل كبير في إطار استراتيجية الدولة لإكساب الكوادر البشرية هذه المهارات وتصويب بناء الشخصية المصرية. الرئيس برضو وجه بمضاعفة برامج التدريب على المهارات الرقمية وتدريب المهنيين المستقلين عشان يكون لهم فرص عمل إن شاء الله أكبر في الفترة القادمة.